واللي مشرفونا من شبين الكوم محافظة المنوفية. نرحب كلنا بمدرسة عبد العليم عرفة الخاصة. مدارس عبد العليم عرفة الخاصة للغات AALS تأسست سنة 2006 بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تهدف إلى خلق جيل قوي من الشباب قادر على مواكبة التطور التكنولوجي، واثق من قدراته، محب لوطنه، مقدر لتحديات المستقبل. تقوم المدرسة بتعليم طلابها العديد من اللغات الأجنبية، بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. حصلت على الكثير من الجوائز في مختلف الأنشطة على المستويين المحلي والدولي. هيمثل مدرسة عبد العليم عرفة في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم معاذ أحمد. اسمي معاذ أحمد، عندي 15 سنة، من مدرسة عبد العليم عرفة الخاصة للغات محافظة المنوفية. طبعا مضغوط جدا النهاردة، وأتمنى إن احنا نحقق حاجة عالية في المسابقة دي. فخور بنفسي إن أنا النهاردة مشارك في البرنامج ده عشان أقدر إن شاء الله أنا أجمع نقط نقدر تحول لفلوس البنك الأهلي عشان يقدر بيها يطور المدارس الحكومية. أمل كمال. اسمي أمل كمال، عندي 15 سنة، مدرسة عبد العليم عرفة الخاصة للغات محافظة المنوفية. حلمي إن أنا أكون باحثة في الارتفيشال انتليجنس، كل دول العالم دلوقتي بتستخدمه، وأنا بتهيألي إن مصر هي كمان لو بدأت تستخدمها تكون زي الدول دي، مش هيكون في فرق بيننا وبينهم. استعدينا في المسابقة، جبنا سورسات، مستر أحمد حلمي ساعدنا إن احنا نجيب سورسات، كمان المدرسة وفرت لنا حاجات برضو عشان نستعد للمسابقة كويس. عبد الرحمن غندور. اسمي عبد الرحمن غندور، عندي 15 سنة، مدرسة عبد العليم عرفة الخاصة للغات محافظة المنوفية. فالفكرة كانت فكرة مش أحمد حلمي اللي احنا نشارك في البرنامج ده، وجمعنا وقعدنا نجهز ووصلنا لحد هنا. الحين ابقى مهندس حربي علشان بحب الهندسة واخدم مواطني بطريقة مباشرة، مش انا مثلا مهندس وبطريقة غير مباشرة، كنت اخدمه بطريقة مباشرة فاخترت المجال الحربي. فيروز عمار. اسمي فيروز عمار، عندي 15 سنة، مدرسة عبد العليم عرفة الخاصة للغات محافظة المنوفية. اكتر حاجة شاطرة فيها هي التاريخ والادب، وان شاء الله مش خايفه من حاجه، معتمده على فريق ان هو شاطر وثقيل. عبد العليم عرفه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. حضرتك مشواركم ما كانش صعب زي الاقصر؟ اكيد طبعا. اكيد صح. معاذ، ازيك يا معاذ؟ الحمد لله كويس. احساسك ايه وانت موجود معانا في العباقره؟ فخور بنفسي طبعا ان انا جيت البرنامج ده وقدرت اوصل له، وان شاء الله يعني اكون كويس فيه. معاذ عايز تبقى دكتور اعصاب، اشمعنى التخصص المختلف ده؟ حاسس ان هو مجال مهم بس في الطب، بس مش واخد حقه قوي، فعايز ان شاء الله ان اظهر فيه واعمل حاجه كويسه فيه. معاذ كمان بتلعب كاراتيه. كنت زمان بلعب كاراتيه. واعتزلت ليه بقى؟ كان لازم تكمل، يعني انت معاك حزام بني، هترجع تكمل كاراتيه ان شاء الله يعني. بالتوفيق يا معاذ. امل، ازيك يا امل؟ الحمد لله. احساسك ايه بقى؟ انا بصراحه فخوره اللي انا وصلت لهنا، واللي انا بدات احقق اول حاجه من طموحاتي. انت عندك طموحات كبيره جدا. ذكاء الاصطناعي صح؟ ايوه. بتفكري ازاي؟ هو انا بصراحه حسيت ان اللي انا اكون باحثه في الذكاء الاصطناعي دي حاجه جديده وجذبتني، ان هي اصلا دي ما حسيتش ان هي منتشره قوي في مصر، وحسيت ان هي المفروض تنتشر وتكون موجوده في مصر عدد اكبر، ان اصلا كل دول العالم دلوقتي بقت تستخدمها. مصر حسيت ان مصر لو استخدمتها هتكون زي دول العالم اللي استخدمتها، مش هيكون في فرق بيننا يعني. هنكون بس احنا ابتدينا نتكلم في الذكاء الاصطناعي كتير، واعتقد ان في ابواب كتيره هتتفتح ليكوا الفتره اللي جايه. نرجع لماتش النهارده. اوكي. جاهزه؟ جاهزه ان شاء الله. عبد الرحمن الغندور، ازيك عبد الرحمن؟ الحمد لله. الان يا اكيد يعني لازم ابقى الان طبيعي. فنية عسكرية. اشمعنى فنية عسكرية؟ عشان بحب الهندسة، وكنت حابب يعني اخدم وطني بطريقة مباشرة، مش اطلع مهندس افتح مكتب هندسي، كنت علق اشتغل في الحربية واخدم وطني واخليه يتطور في نظام الاسلحة والطيران وكده. واضح ان انت يعني عندك طموحات كبيرة جدا. ايوه بالنسبة للفنية الحربية. بالنسبة للفنية الحربية حاجة جميلة جدا. اخبار البطولات ايه بقى؟ بالنسبة للتنس كويس الحمد لله، لسه في بطولة كمان شهر كده ان شاء الله. شدت حيلك. ايوه. مركز ثالث؟ تلات محافظة. المرة الجاية عايزين المركز الأول ان شاء الله. بتحب مين من لعيبة التنس؟ نوفاك دوكوفيتش. طبعا نوفاك جبار. أنا الحقيقة بحب فيدرر. فيدرر طبعا. تمام. فيروز، ازيك يا فيروز؟ الحمد لله. قلقانة؟ بس هي قلق طبيعي. صح وصحي أكيد. بتفكري في أحلامك إزاي يا فيروز؟
هو في حلم دراسي هو ان انا هو انا ما عملتش ريسيرش في الموضوع ده قوي، بس انا عايزه اوصل لكليه تكون ميكس بين بيولوجي وفيزيكس. انت عايزه تروحي الهندسه الوراثيه؟ اه مثلا زي ما قريت. اه تمام تقريبا. هتعملي ايه في المجال ده؟ هو انا حابه البيولوجي وحابه الفيزيكس، فيمكن دي تكون خطوه تخليني ابدع في الموضوع ده واطور من حاجات كتيره يعني. تمام، موضوع مجال واسع وكبير جدا جدا. في موضوع انت مهتمه بيه بالنسبه لي لفت انتباهي على الجانب الانساني، احكي لي بتفكري ازاي بالنسبه للايتام او الاطفال اللي بلا ماوى او بلا اهل تقريبا بلا مجتمع؟ يعني نفسي ان انا اقدر اساعدهم، بس بطريقه ما تكونش تحت مسمى دور رعايه او دور ايتام، لا تكون يعني بيتي او بيت بابا وماما، هو ده حلم بابا وماما اصلا، ان احنا يكون بيتنا دور الاستضافه للاطفال دي، بس تحت مسمى انه بيتنا مش دور ايتام. يعني انت ممكن تعملي دار وتسميها بيتنا، يعني حاجه زي كده، ويبقى زي البيت فعلا. اه ده هدفي يعني. فكره عظيمه وبحييكي عليها وبحيي والدك ووالدتك. عارفه يا فيروز، لو كل الناس فكروا بانسانيه كده اكيد هنروح في مكان افضل بكتير من اللي احنا فيه. قبل ما تنتهي حلقه النهارده لازم نحيي المدرستين، مدرسه عبد العليم عرفه ومدرسه خالد بن الوليد. العباقرة في